كده كده طبعا كلنا عارفين ان البرامج زي الار جي اس والبرامج التانية بقى ارداس ام في بي سي اي جوميديا اي برنامج خاص بالرسم الهندسي يعني اوتوكاد اوتوماتيك بيطلع له طول الشارع. يعني انا مش هبقى في الفيلد واقيس طول الشارع، انا هقيس عرض الشارع. اما طول الشارع وانا برسمه من صورة قمر صناعي، طبعا صورة القمر الصناعي بتبقى دقيقة، وانت بترسم هيطلع لك طول الشارع مظبوط. فانت عشان تطلع مساحة الشارع زي ما اتكلمنا، هنضرب الطول في العرض، هيطلع المساحة كمتوسط ان ممكن الشارع وانت ماشي يبقى 5 متر، مرة واحدة بقى 2 متر زي الشوارع اللي عندنا. بس احنا في الدراسات بتاعتنا بنشتغل متوسطات، ما بنشتغلش سيجمنت. يعني انا خدت مثلا شارع حجاز العربي دوت، السيجمنت بتاعت عرض الشارع هنا 5 متر، ممكن نلاقي نفس شارع حجاز العربي دوت بعد مثلا 100 متر لقيت البيوت قربت من بعض بقى 4 متر. تمام، فاحنا بناخد كمتوسط عام لإيه لعروض الشوارع بتاعتنا. طبعا الكثافة زي ما اتكلمنا فيها، عندي برضو الكثافة هتبقى في الشوارع نوعين: عدد الشوارع في منطقة الدراسة كثافتها، ومساحة الشوارع في منطقة الدراسة. في حاجة مهمة برضو عندي في النسيج العمراني، اللي هي الانتظامات البنائية. يعني انتظامات بنائية بقى اللي هي الفتحات بين المباني. يعني في مبنى، في تلاقي المباني عندنا كلها لازقة في بعض، بس في بقى المباني الجديدة مثلا هتلاقي بين كل عمارة وعمارة في فراغ كده أو في حتة فاضية، دي اسمها الانتظامات البنائية. وفتحات ما بين المباني اللي هي الشوارع الصغيرة الفرعية، الفضاءات الخاصة اللي هي الفراغات الداخلية، والمناطق المفتوحة. المناطق المفتوحة دي مهمة جدا، ويستحسن في أي تخطيط عمراني لازم أن يبقى فيه مناطق مفتوحة للمدن الجديدة. والمناطق المفتوحة دي بتشمل عندنا شبكة الشوارع والمناطق الخضراء والفضاءات المصورة وغير المصورة. يعني لما أجي أحسب المناطق المفتوحة بجيب كده مساحة الشوارع ومساحة المناطق الخضراء ومساحة الفضاءات الخاصة المصورة وغير المصورة، ونجمعهم مع بعض والناتج اسمه المناطق المفتوحة. تمام، دي برضو من ضمن الدراسات اللي لازم ندرسها في النسيج العمراني. وفي الآخر في حاجة اسمها خط السماء أو أفق السماء، ودي مهمة جدا جدا جدا. خط السماء أو أفق السماء دوت، وده نموذج كنت عملته على خط السماء في شارع جسر البحر في منطقة رود الفرج وشارع الكورنيش. خط السماء ده يعني ايه خط السماء؟ يعني انا دلوقتي ماشي في شارع، مثلا انا ماشي على ايدي اليمين في مجموعة عمارات، مجموعة العمارات دي اكيد وراها مباني وعمارات تانية. وليكن مثلا زي ما انا شايف النيل، يعني الرسمة اللي قدامي دي نهر النيل. طبعا الكورنيش ده بيبقى المفروض افضل حتة في اي مدينة، يقول لك تعال نطلع نتمشى على الكورنيش شوية، تعالى هوا الكورنيش حلو والكلام ده. طب تخيل انت عندك كورنيش مش مستفاد بيه، هتلاقي فيه على الكورنيش مجموعة ابراج حاجبة ومنعة هوا الكورنيش الجميل دوت على البيوت اللي وراها، او بلاش الهوا، أشعة الشمس مثلا الأبراج حاجبها على البيوت اللي وراها زي ما احنا شايفين. وليكن في الرسمة اللي تحت اللي بتاعت خط السماء شارع الكورنيش ده، هلاقي عندي مثلا مركز شباب رود الفرج، لو الهوا عاوز يعدي للمباني اللي ورا دي خبط في الجسم بتاع مركز شباب رود الفرج ومعداش، هو الهوا هيعدي من فوق، يعني الهوا مش هيخترق المبنى، هيعدي من فوق هيجي للمبنى العالي اللي ورا ده، بس المباني الصغيرة بقى اللي ورا مركز الشباب